يا علي لو غمضت عين بسلام، شيعوني ودفنوني بالظلام. ضلعي حدار، ضلعي حدار من كسور، ما لا طبيب إلا القلب. ضلعي حدار، فاطم الزهراء باب للسماء. نعمة الله وميزان العطاء، فاطم الزهراء باب للسماء. نعمة الله وميزان العطاء، عمرها لم يبلغ العشرين لكن سطرت في عمرها معنى الوفاء. فاطم الزهراء باب للسماء، نعمة الله وميزان العطاء. عمرها بلغ العشرين لكن سطرت في عمرها معنى الوفاء. إنها في الصبر تذكار، وشموخ خط إيثار مدى الأزمان، فبقت بالدهر تمثال، ذكرها هدي لأجيال كما القرآن. إنها في الصبر تثار، وشموخ خط إيثار مدى الأزمان، فبقت بالدهر تمثال، ذكرها هدي لأجيال كما القرآن. فاطم الزهراء باب للسماء، نعمة الله وميزان العطاء. عمرها لم يبلغ عشرين لكن سطرت في عمرها معنى الوفاء. إنها في
في الصبر تثار وشموخ الخط إيثار مدى الأزمان فبقت بالدهر تمثال ذكرها هدي لأجيال كما القرآن تعود الشمس إن عادت يموج الأفق إن نادت ويطوى ما إذا عادت هي الزهرة يخوض البحر إن غاضت ويرضى الله إن غاضت تغيض النار إن غاضت هي الزهرة هي الزهرة هي الزهرة فاطم الزهراء باب للسماء. الراحة. نعمة الله وميزان العطاء عمرها لم يبلغ العشرين لكن سطرت في عمرها معنى الوفاء فاطم السماء نعمة الله وميزان العطاء عمرها لم يبلغ العشرين لكن سطرت في عمرها معنى الوفاء الراحة إنها في الصبر تثار وشموخ خط إيثار مدى الأزمان فبقت بالدهر تمثال ذكرها هدي لأجيال كما القرآن إنها في الصبر تثار وشموخ خط إيثار مدى الأزمان فبقت بالدهر تمثال ذكرها هدي لأجيال كما القرآن تعود الشمس إذ عادت يموج الأفق إن نادت ويطوى ما إذا عادت هي الزهرة يخوض البحر إن غاضت ويرضى الله إن غاضت تغيض النار إن غاضت هي الزهرة تعود الشمس إذ عادت يموج الأفق إن نادت ويطوى ما إذا عادت هي الزهرة يخوض البحر إن غاضت ويرضى الله إن غاضت تغيض النار إن غاضت هي الزهرة تعود الشمس إن عادت يموج الأفق إن عادت ويطوى ما إذا عادت هي الزهرة يخوض البحر إن غاضت ويرضى الله إن غاضت تغيض النار إن غاضت هي الزهرة هي الزهرة هي الزهرة.
إلى الله الراحة قدمت دماها قدمت ضناها إلى الله قدمت دماها قدمت ضناها فداء قدمت كل نفس لرضا الباري إلى الله قامت الليالي معدن الكمال بالصبر والسيره اطلعها بالباب والجدار إلى الله قدمت دماها قدمت ضناها فداء قدمت كل نفس لرضا الباري إلى الله قامت الليالي معدن الكمال بالصبر سيرت أضلاعها بالباب والجدار عقدا أتاها سنى أذاها من بعد أحمد بنت الهدى قطر الندى بنت محمد بنت محمد حقدا أتاها سنى أتاها من بعد أحمد بنت الهدى قطر الندى بنت محمد إلى الله الراحة قدمت دماها قدمت ضناها فداء قدمت كل نفس لرضا الباري إلى الله قامت الليالي معدن الكمال بصبر وسيرت أطلعها في الباب والجدار إلى الله قامت الليالي معدن الكمال بصبر وسيرت أطلعها في الباب والجدار حقدنا أتاها سنى أذاها من بعد أحمد بنت الهدى قطر الندى النبي محمد لا لم تسالف لأي ظالم رفضا تقاول رمز الوفا تهدي الولاء بالحق لا تساوي إلى الله قدمت دماها قدمت ضناها فداء قدمت كل نفس لرضا الباري إلى الله قامت الليالي معدن الكمال بالصبر وسيرت أضلاعها بالباب والجدار وسيرت أضلاعها بالباب والجدار فاطم قدوة الأنام ترتوي منها المعالم فاطم منبع السلام يهتدي فيها المسالم في تلك البتول داد عظيم عين الوفاء والكف الكريم للصبر حقا باها الحليم والعلم فيها علم عليم فاطم قدوة الأنام ترتوي منها المعالم في تلك البتول مداد عظيم عين الوفاء والكف الكريم للصبر حقا حباها الحليم والعلم فيها بعلم عليم.